تحالف مقصود أو جمعت الصدفة فيه كلا من حرارة الجو وسوء الخدمات وفساد المسؤولين وانقطاع الكهرباء لتكون أضلاع المربع المشؤوم، والذي جعل المواطن العراقي يعيش في ظروف نقول إنها صعبة لكي لا نكون مبالغين ونصفها بالمستحيلة. شوف الجو، شوف الجو شلون ينشنش تشنش، شوف الجو، شوف الجو، شوف الجو، شوف الجو، شوف الجو، شوف الجو شلون روعة، شوف الجو، شوف الساعة بيش، شوف الساعة بيش، أدري وين إحنا، بالخرطوم بساحة العاج، لا إله إنتك يا ربي. مأساة كل عام تتكرر هذا الصيف بشكل أشد وأكثر قساوة. صيف وصلت فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، كثيرا ما تضع مدن العراق في قائمة العشر الأوائل عالميا من حيث حرارة الجو. مقطع تم تصويره اليوم تظهر فيه فقاعات حرارية قريبة من سطح الأرض. ما وردنا أن المقطع تم تصويره بمنطقة السيدية بالعاصمة بغداد، والمنظر أثار حفيظة إن لم نقل ذعر كل من شاهده، وكان مدعاة للتندر لاعتقاد الجميع بأن الأرض بدأت بالغليان. انتباهي المكان وكأنما دائفور من الحرارة، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أخوان هذا الموقع يعني عشر عام بالسيدية. متنبئ جوي فسر من جهته المشهد المرعب بطريقة قللت من وطأة ما نراه، وبرر تلك الفقاعات بوجود أنبوب تحت الأرض أو كيبل كهربائي للضغط العالي سخنته حرارة الجو، ودعا المواطنين لعدم تهويل الأمور. وما دام الحديث قد وصل إلى الكهرباء، فإن اللوم الأكبر الذي يوجهه المواطن المجهد يتوجه لهذا القطاع، فحرارة الجو سمة بارزة للمنطقة ولدول الجوار، وهو عامل طبيعي لا دخل للبشر فيه، لكن جميع الدول تجاوزت ذلك بحلول بديهية خففت من خلالها من قسوة العامل الطبيعي عبر وسائل كانت الكهرباء القاسم المشترك في استخدامها. ما آلت إليه الأوضاع وشعور المواطن بأن الفساد هو سبب ما يعانيه يستوجب حلولا عاجلة بعيدا عن التنظير، فالمعاناة وصلت حدودها القصوى وسط شعور ساد بين أفراد المجتمع بأن الصبر لم يعد مجديا.